أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم ومداخلاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وكذلك أيضا من خلال الرقم الخاص بالواتساب الخاص بالبرنامج والذي يمكنكم من خلاله أن تتواصلوا معنا عبر رسائلكم. طبعا اليوم سيكون الموضوع عن مؤتمر المانحين الذي سيعقد اليوم في دولة الكويت لإعادة إعمار العراق، وال يعني الآراء المتجهة نحو النتائج التي قد يفضي إليها هذا المؤتمر، خاصة بعد طبعا التقارير التي تؤكد أنه العراق دخل بقرابة 51 مشروعا استثماريا، تتصدر المحافظات الجنوبية والوسطى المشاريع الأكثر، والمحافظات المدمرة والتي تحتاج فعلا إلى إعمار لم يأتها إلا النصيب القليل من هذا الموضوع. أيضا سنتحدث عن تشاؤم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لهذا المؤتمر، تشاؤمها طبعا بالنسبة للنتائج التي قد يفضي إليها هذا المؤتمر، وسنتحدث أيضا عن جوانب أخرى متعلقة بهذا الموضوع. ولكن في البداية دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. اكو في الوقف السني والوقف الشيعي، اكو مخصصات خدمة المذهب. خلي اسمعني الشعب العراقي، 200 مليار للوقف الشيعي، صفر للوقف السني. شنو ياخذ؟ ما اعرف والله. الموازنة الاستثمارية، يعني هسه واقع حال، ايهما تضررت يعني المساجد، المدارس الدينيه، المناطق السنيه اكيد نور الارهاب. 2 مليار للوقف السني، 49 مليار للوقف الشيعي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نبدأ بأولى المواضيع المتعلقة بمؤتمر المانحين الذي سيعقد في دولة الكويت اليوم لإعادة إعمار العراق والنتائج التي قد يفضي إليها. طبعا قوائم صادرة عن هيئة الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء أظهرت أسماء وأماكن المشاريع التي سيتم تقديمها ضمن فعاليات مؤتمر المانحين والذي سيعقد في الكويت. طبعا أظهرت القوائم أن كربلاء كانت من ضمن الأولويات التي ستطرح مشاريعها للاستثمار، أو ستطرح مشاريع كربلاء للاستثمار، فضلا عن 33 مشروعا استثماريا تخص بغداد والمحافظات الجنوبية الأخرى من بين 51 مشروعا. إذن المحافظات المدمرة، المحافظات الغربية التي دمرت جراء العمليات العسكرية، لم طبعا لين او لن تنل نصيبها من هذا الموضوع الا الثلث من المجمل، من مجمل المشاريع التي ستطرحها حكومه العبادي في مؤتمر المانحين. نحن نتساءل عن السبب، من الاولى هنا بالاعمار؟ هل هي المحافظات الجنوبيه ام المحافظات المدمره المهدمه التي وصلت نسبه الدمار كما قالت بعض اللجان الحكوميه المعنيه باعاده الاعمار بالمناطق المدمره؟ وصفت محافظة الأنبار وتحديدا مدينة الرمادي جراء طبعا الحرب التي تمت بها لدمار وصل إلى 80%، كذلك مدينة الموصل تجاوز الدمار هذه النسبة، وغيرها من المحافظات التي تعرضت للعمليات العسكرية والتي أبيدت هذه المناطق ودمرت، إن كانت منازل أو مساجد أو مستشفيات، بنى تحتية، دوائر حكومية وغيرها. إذن هل هذه المناطق يخصص لها الثلث فقط ويخصص الباقي إلى المحافظات الجنوبية؟ ما الذي سيعمر في المحافظات الجنوبية؟ هذه أسئلة تطرح. كذلك سنتحدث عن نقطة مهمة طبعا في هذه الحلقة، وهي حديث بعض النواب والشخصيات السياسية في هذه الدولة أن الشركات الذاهبة لهذا المؤتمر هي شركات عربية وأجنبية، وقلة قليلة فقط من الشركات الاستثمارية العراقية التي استطاعت أن تذهب إلى الكويت، وبالتالي هي إبعاد للمستثمر العراقي عن هذا الموضوع وإدخال فقط المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية التي أثبتت منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة أنها مجموعة من اللصوص، شركات للسرقة توضع في العراق وتتعاون معها جهات سياسية من أجل نهب الممتلكات، إن كانت عبارة عن بترول أو إن كانت عبارة عن مشتقات أخرى أو إن كانت عبارة عن مواد خام أخرى موجودة في هذا البلد يتم سرقتها
وتأخذ طبعا الشركة نسبتها من هذه السرقة، يعطى الباقي لهذه السلطة التي أيضا بدورها تسرق الباقي ولا يأتي للشعب أي شيء. معنا السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، بالنسبة لمؤتمر المانحين، هذا مو مانحين، أنا سمعت بارحة بالأخبار على قناتكم أنه محافظ البصرة يقول عبد الصمد خلاص اسمه أصطول أو خلاص عبد الصمد ما أعرف، قال هذا استثمار، استثمار الشركات، يقول لك أنا أنطي أموالي ما أنطيها ببلاش إلى ناس هم سارقين أكثر من 1000 مليار. زين، أنت من تيجي تريد تعمر، من الاستثمار يحتاج إلى بيئة أمنية مداعمة. ما يتم من خلال حدث إنه إرسال الشركات وإرسال، هم راح يعتمدون على مهندسين وشركات مقيمة راح تكون في مناطق آمنة. بعيدة عن العصابات الطائفية وهذول المسؤولين بالجيش التابعين عن التابعين لإيران والشرطة الاتحادية، بحيث يتم نصيحتهم وعدم التقرب من هؤلاء المهندسين. لكن هذه المشاريع التي تقام مثل الجسور والمستشفيات والمدارس البنى التحتية، دعنا عن إعمار المدينة كمنازل وكمواطنين البيوت، هذه من يجي يستثمر هذا راح يأخذ مقابلها النفط، ما يجي بلاش، وهم راح يقومون بإرسال شركات آسيوية، أموال آسيويين، لكن المهندسين الحقيقيين هم أجانب بصراحة من دول أوروبا. بغض النظر من هي الشركة أبو عمر، هل أثبتت الشركات الأجنبية العاملة في العراق مصداقيتها من ناحية العمل؟ هل قدمت خدمات لهذا المجتمع، لهذا البلد؟ ما النتائج، ما نتائج العمل للشركات الأجنبية والذي انعكس بدوره على الواقع المعيشي للمواطن؟ هل رأينا انعكاسات؟ أستاذ، هي ما قدمت كل شيء، لكن علينا أن نفرق ما بين الماضي وما بين الحاضر. الآن هناك حرب سياسية واقتصادية حقيقية قد توصل إلى مرحلة عسكرية مواجهة ما بين أمريكا وإيران بصراحة وإسرائيل، هذا ما شاهدناه طبعا. لكن أول شيء يطلب من عندنا، راح يطلبون من حكومة العبادي، هذه الحكومة الموجودة في المنطقة الخضراء، توفير البيئة الأمنية الحقيقية، إبعاد أيادي الميليشيات الطائفية، ابعادهم عن المنطقة من الموصل، من تكريت، صلاح الدين، من ديالة، المناطق التي تعمر بها. أما بالنسبة هو الصور هذا مال أن المناطق الجنوبية مستحقة أكثر من المناطق الغربية، المناطق الجنوبية ما جاءها داعش، لكن الدمار اجى من خلال هذول اللي نادوا بالقادة الجعفرية، ها هي مسألة القادة الجعفرية بال91 من طلعوا. أبو عمر، لا نتوسع بالفكرة، المشكلة في المحافظات الجنوبية موجودة، نقص خدمات، يعني مزابل، لا يوجد أي إعمار في المناطق الجنوبية منذ بدء الاحتلال، ولكن مقارنة نعم لكن أنا أريد أسأل، يعني أنت محطة تحلية المياه 1000 مليار أخذتوها، أكثر من 1000 مليار حسب ما يقولون وسائل إعلام السفير الأمريكي، زين انتوا هاي الكويت ما عندها نهر، عايشه على الخليج تحلي المياه، عندها ملايين من العمال، عندها ملايين من مليونين، مليون ونص مواطن كويتي، بحرين عايشه بجزيره تعيش على المياه تحليها، والطاقه الكهربائيه من الغاز من هذا، زين هاي قطر كذلك، السعوديه عندها البحر الاحمر والبحر والخليج، زين انتوا هاي الامارات، صحيح انا ما اقيس بهذه الدول، لانه احنا عندنا ما شاء الله يعني ألف رحمة على علي بابا وجماعته، يعني هذول ما بقوا شيء. زين أنت شنو اللي قدمته؟ 14-15 سنة راح ندخل بعد الشهر 15 سنة. فهذه الدول اللي راح تستثمر هي تريد إبعاد الهدف الغرض الرئيسي منها إبعاد يد إيران. طيب. يعني من تدخلاتها بالعراق، من تدخلاتها، هي السياسة الحقيقية. تسوي لي نعمرك بيئة لا وسلم، ما تقبل، هذا مشكلتك. هذا يريدون من خلال تحريك الشارع الشيعي، ليش ما اجت الشركات الاستثماريه اللي قررت انه صرف مبلغ 20 مليار 30 مليار، شوف قد المبلغ المقرر الاستثماري، ليش ما اجت؟ زين شنو السبب؟ والله الميليشيات الطائفيه وايران، فتريد تحرك الشارع خاصه الشيعي ضد ايران وضد اتباع ايران بصراحه، وهذا من حقهم الشارع الشيعي، انت الان في مرحله جفاف يا ستار يا ربي. يعني جفاف ما بعد الجفاف،
انت راح تموت من العطش، من الجوع، من الفقر، من الدمار، من الامراض، من الاوبئة. نعم. انت تحتاج الى حركة. انت لحد من 15 سنة قسما بذات الله اتمنى انسان مواطن، واكو مواطنين شيعة شرفاء احنا ما نقول، يطلع يقول والله ايران انطتنا طماطاية خايسة، بصلاية خايسة، خلال 15 سنة سرقت اموالكم، سرقت النفط مالكم. وضحت الفكرة ابو عمر، انا اشكرك شكرا جزيلا ابو عمر. عندنا رسالة من أبو عارف من بابل يقول: بغض النظر عن هوية المؤتمر الذي يعقد الآن سواء كان للمستثمرين أو لتقديم منح لإعمار المدن، فإن من يحضر عن المؤتمر وجوه عملت منذ 2003 لغاية اليوم بددت موازنات انفجارية كانت ستجعل العراق في مصاف الدول العظمى، لكن هؤلاء السراق دمروا البلد وبددوا ثروته ونهبوا أمواله، واليوم يهرولون لاستجداء الدعم من الدول لإعمار البلد. إن فعلوها سابقا عيب عليهم، لكن إن عادوها اليوم فعيب على الشعب. بنت بغداد تقول: الطائفية والسرقة والفساد يبدو واضح حتى بإعمار العراق والمحافظات الجنوبية، لم يجر بها أي عمليات عسكرية وتدمير، الأجدر بهم إعمار الموصل والأنبار التي دمرت وإعادة النازحين وبناء المستشفيات والمدارس، الواضح أنها عملية سرقة واقتسام الأموال المخصصة بينهم مع الشركات الأجنبية. إذن هكذا يراها الـ يعني غالبية المجتمع العراقي، أنه تمت سابقا وستتم لاحقا ما دام أو ما زال وجود هناك لفاسدين والسراق في هذه الدولة، إذن السرقة ستستمر إن كانت عن طريق استثمار، فأيضا سيكون هناك تعاون ما بين هذه الشخصيات السياسية أو الفاسدين الموجودين في السلطة ومع الشركات الأجنبية المستثمرة، وإن كانت على هيئة أموال فالسرقة ستكون أسهل بكثير. المشكلة أنه هناك انتقاد طبعا من بعض النواب عن يعني ملامح هذا المؤتمر. تقول النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف: مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق في الحقيقة هو مؤتمر استثمار لا منح كما يقال. أشارت نصيف إلى قيام مسؤولين حكوميين باصطحاب طواقم معهم بحدود 5 إلى 10 أشخاص، ما يكلف الميزانية أموال طائلة، ولفتت إلى أن أغلب الشركات العراقية لم تحصل على فيزا للذهاب إلى الكويت والمشاركة في المؤتمر، وتم حصرا الاستثمار بالشركات العربية والأجنبية العاملة بالعراق. طيب هنا يعني يمكن طرح مجموعة أسئلة بهذا الموضوع. القضية الأولى: هل هناك امتعاض من السياسيين أن يكون المؤتمر يأتي على هيئة استثمارات وليس على هيئة أموال أو منح مالية تقدم إلى العراق، وبالتالي يصعب التعامل معها وسرقتها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: لماذا إبعاد الشركات أو المستثمرين العراقيين عن الواجهة، عن هذه الساحة؟ هل هناك شك بمصداقية المستثمرين الموجودين الآن في العراق، العراقيين طبعا أقصد، هل هناك شك بمصداقيتهم، بأمانتهم؟ هل لا يستطيعون التعامل مع يعني استثمارات كبرى من أجل تقديم خدمات؟ هل يتم الضغط عليهم والتأثير عليهم من قبل الميليشيات ومن قبل الشخصيات السياسية الموجودة في السلطة وبالتالي تم إبعادهم؟ لماذا التركيز على الشركات الأجنبية العاملة في العراق؟ هذه أيضا أسئلة تطرح بهذا الموضوع. نأتي هنا للنقطة التي تحدثت بها طبعا عن طريق تقرير نشرته صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية. طبعا الصحيفة وصفت بحسب توقعاتها، طبعا وصفت المؤتمر ويعني بنوع من التشاؤم حول نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي سيعقد في الكويت. طيب سنناقش الموضوع بعد قليل. السيد أبو حسن من بغداد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك أخي المحترم محمد الورد. هذول يعني الغرب يفلسون كرامات للدول الباقية، الجواد يدفعون، فهاي الدول المانحة يعني هم ضحية وإحنا ضحايا مقابلهم. فهذول حتى راح يعطون فلوس ما راح يكملون شغلهم، يعني هسه راح يصير المناطق الجنوبية الأكثرية طبعا 100%، يعني الأكثرية راح يصيرون المناطق الجنوبية والمناطق المدمرة ما راح يطوف يعني فلسفة زينة. يعني هذول دمار دمار، الله خلقهم دمار. هاي وحدة. اثنين، عندك مناسيب المياه، يعني هسه مناسيب نزلت يعني المرحلة صعبة. نعم. دول غرض تدمير العراق، يعني دول مانحة لما تجي تساعد. يا اخي يعني خيرات العراق وين؟
أنا بس أقول يعني ليش البشرية دول البشر إذا هم بشر يعني ليش بتحزن على بلدكم بيضيع في دولة الحرامية السفر القروف. طيب أشكرك أبو حسن. طبعا هناك إجماع الآن بالرأي على أنه هناك يجب أن تكون أولوية بموضوع إعمار هذا البلد. يقول السيد أبو عمر من السليمانية عندما اتصل بأنه أولى بهذا البلد أن يتم تطهيره من الميليشيات، من العصابات المسلحة، من هذه المافيات التي بسببها هرب المستثمر الأجنبي، هرب المستثمر العراقي. هناك خوف على البزنس بشكل عام في العراق. وصف العراق بكثير من التصنيفات على أنه من أخطر البلدان للعمل حول العالم، من أخطر البلدان طبعا نظرا لصعوبة التعامل والوضع الأمني المنهار. هناك أمور يجب أن تتم، يجب أن يتطهر هذا البلد من هذه القاذورات كما يصفها العراقيون، بعد ذلك نرجع إلى قضية الإعمار والاستثمار وكيف سيتم. هناك أولويات لهذه المرحلة، ولكن أن يتم وضع وضخ أموال بأيدي هذه السلطة الموجودة في العراق والمتهمة بالفساد من أكبر شخص بها إلى أصغر شخص موجود في هذه السلطة، أن يتم ضخ الأموال عن طريق الدول طبعا المانحة إن كانت دول عربية أو دول أجنبية ليس هناك فرق. المشكلة أن هناك أموال تضخ تحت شعار دعم هذا البلد، تحت شعار دعم هذا المجتمع، ولكن المجتمع والبلد لا يحصل على أي درهم أو دينار أو دولار من هذه الأموال التي تقدم إلى العراق. معنا اتصال السيد أبو خالد من قطر، تفضل. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال محمد؟ أستاذ محمد، سؤال أسألك أنت كإعلامي، تفضل. كم ينتج العراق بترول حاليا؟ نعم، العراق كم ينتج بترول حاليا؟ كم مليون؟ بحدود 3 ملايين إلى 4 ملايين. 4 ملايين برميل يوميا، أكثر من السعودية. نعم، شوف الشعب العراقي كيف عايش، شوارع مدمرة، مدارس مدمرة، عيشة المواطن العراقي مدمر. 4 ملايين، وين البترول؟ تبوقوا إيران والمعممين هذول المتخلفين عقليا اللي حاكمين العراق، وإيران وأمريكا. العراق مش بحاجة، والمؤتمر هذا على فكرة ما راح يعطون الحكومة العراقية ولا دولار، يعني مشان تكون عندك علم. ما هي المشكلة يا أبو خالد؟ احنا نسأل هذه الدول التي تقدم هذا الدعم، إن كان على هيئة منح مالية أو إن كان على هيئة استثمارات كما تقول النائبة علي نصيف، لماذا يقدم أصلا الدعم لهذا البلد وهم يعلمون والدول المانحة تعلم أنهم مجموعة لصوص كما وصفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ أمريكا قالت لهم احنا ما ندفع ولا دولار لأنكم كلكم حرامية. أمريكا قالت لهم ما راح ندفع لكم ولا دولار، واعلنت ما راح تدفع ولا دورة، لا تحضر المؤتمر. بس باقي الدول حتقدم. ابو خالد، لو يرجعوا يعمرون العراق اخي العزيز محمد، لو يرجعوا يعمرون العراق كان تبعوا المهندسين العراقيين الخبراء العراقيين. ابو خالد، بقيه الدول المتحده تشرب، بقيه الدول المعممين، هذا واحد للمرجعيه البطيخ، هذا واحد مدري وين. اخي العزيز، طيب. انتوا ناشدوا كل العراقيين كراد واثوريين وسنه وشيعه كل، واخلصوا من هذول المتخلفين عقليا اللي حاكمين العراق، وناشدوا شيوخ العراق وقبائل العراق، واخلصوا من هذولا. العراق في خير، في 4 ملايين بترول، 4 ملايين برميل يوميا. العراق محتل من قبل امريكا، هذه قضيه ليش انتم ما تديرونها؟ العراق محتل من قبل امريكا وايران بس، لا اكثر ولا اقل. وهذولا ما قدروا يسوون لكم كل شيء، والله لا يعمرون العراق ولا يعمرون مدرسه ولا يعمرون مسجد ولا يعمرون كنيسه ولا يعمرون اي شيء، قاعدين يسرقون لا اكثر ولا اقل، لانهم عارفين بدهم يروحون مع الاحتلال الامريكي والاحتلال الايراني. شكرا لك وللعراقيين. شكرا ابو خالد. نتمنى طبعا ان يعي هذا المجتمع ان ما يحصل في هذا البلد، ما يحدث الان من ان كانت قروض وان كانت استثمارات او غيرها، هي ليست مجانيه كما قال ايضا السيد ابو عمر من السليمانيه. لا يوجد شيء يقدم للعراق هو مجاني، هو ياخذ على شكل بترول، ياخذ على شكل المشتقات النفطيه الاخرى الموجوده في هذا البلد، يعني المعادن الموجودة في هذه البلد، الأنبار مليئة بهذه المعادن وغيرها من المحافظات الأخرى، يؤخذ على هيئة ديون، يؤخذ على هيئة أراضي، يؤخذ على هيئة كثير من الأمور. لا يوجد شيء مجاني يقدم إلى هذا البلد، إن كانت أموال فهي ستطالب بها هذه الدول عاجلا أم آجلا. القروض التي تؤخذ من صندوق النقد الدولي هي عبارة عن فوائد وديون متراكمة
على رقاب العراقيين والأجيال القادمة لا يوجد شيء مجاني. لماذا وصل العراق إلى هذا الحال لكي يستدين وتعقد مؤتمرات لإعطائه منح مالية واستثمارات وغيرها؟ هذا البلد الغني لماذا يحتاج إلى كل هذا الدعم الذي من المفترض أن يكون هو الشخص الذي يقدم الدعم أو هو البلد الذي يقدم الدعم في هكذا مؤتمرات وليس هو الذي يتحصل على هذه الدعم وهذه المعونات؟ السيد أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل عراقي وعربي شريف. شكرا جزيلا. أستاذ المعاناة اللي يعانيها الشعب العراقي هسه ما راح أحكي عن الدول المانحة ولو هي ماكو منح يعني كلها فلوس يعني الحكومة العراقية يعني إذا تريد تقوم بعملية في الإعمار المفروض أن تصفي حساباتها بالدولة أنه تقضي على الفاسدين أولاً وتقضي على الجماعات المسلحة أو مرة تسوي أمان للبلد يلا تقوم بعملية الإعمار وبعدين إحنا عندنا مشكلة في الانتخابات اللي صارت قوسة في العراق وبعدين no. إحنا أول ما قاموا الحكومة العراقية أنه هي تأخذ تقول أنه 4 مليون برميل نفط يوميا في نهاية الأسبوع يعني كلها ضرائب على الشعب العراقي تفرض الحكومة ضرائب المدارس والكليات الأهلية رسوم على المعاملات على الكي كارت بالنسبة للمتقاعدين تفرض رسوم خصخصة الماء والكهرباء دفع فاتورة العفو أذبكم الله النفايات والمجاري وإلى عامل التنظيف لازم 30,000 يدفع لأنه حتى يوميا زين هاي الرواتب وينها غير أكون عمال يقومون أنه موظفين في الدولة لازم يستلم راتب ليش تكون على الشعب العراقي يعني عندنا الحشد والشغلات اللي تصير من جراء الحشد العصابات اللي بالشوارع اللي تجوف يوميا بالسيارات المضللة وراء المواطنين اللي عندهم أموال وتقوم بعملية الباسهم في مشاكل حتى أنه تريد توديهم إلى مخافر الشرطة وتقوم عملية أنه أعطاء أموال إلى المراكز وإلى إلى الدولة أستاذ هسه إحنا عندنا فاتورة التدمية العراق هي لازم تدفعها أمريكا أمريكا هي اللي قامت بعملية مع إيران وإسرائيل لتهديم العراق فإحنا يعني إحنا بهيك يعني هذا الوضع وبعدين أنت لا تنسى أستاذ عندنا أراضي كلها للنظام السابق والأنظمة السياسية القديمة كلها أسد طباع وتخلي مشاكلها على الموظفين اللي موجودين الصغار ونزجهم بالسجون حتى تتمر عملية البيع طيب. هذا أستاذ كله المفروض إحنا كشعب صرنا يعني حشاكم مثل المطبخة أي دولة أجنبية تيجي مثلا الكويت تسوي مؤتمر للمانحين وين هي الفلوس المفروض أن أكو شركات عراقية وشركات عربية أو شركات تركية أو شركات يعني اللي بيها الضمان اللي يقوم بعملية توزيع الأراضي الصحيحة وبناء البناء الأبنية يعني العمودية إحنا سؤال هل يسمح لهذه الشركات أن تعمل الشركات المضمونة الشركات النزيهة الشركات التي لا تقبل رشاوة ولا تقبل أن تتعامل مع فاسدين هل يسمح لها أصلا أن تدخل إلى العراق لتعمل؟ أستاذ الخشاب من دي يبتل أوراق أو يبتل إلى مجلس الوزراء على الفساد زجر بالسجن فكيف بالمواطن العراقي هذا شوف المراكز الشرطة كل مليانة مواطنين عراقيين كلهم خلي لهم بلوة أنه أما تزجر هوية أحوال أما خلي له تهمة أما إذا يعني أكو تهم يعني غريبة عجيب وما نشوف فيها المواطن العراقي يخذوها براسه فإحنا شو راح نعيش شو راح نأخذ هذه الأموال أصلاً الشهية ماكو أموال وضحت الفكرة أم عبد الله أن يشكرك للمشاركة مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لإكمال الحديث عن مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق ومن النتائج التي سيفضي إليها
مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة الحوار والتي سنتحدث فيها مسألة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نقرأ بعض الرسائل التي وردت على الواتساب الخاص بالبرنامج. لدينا رسالة من أحد المشاركين يقول: أخ محمد، يقال المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، كم لدغة؟ صار 15 سنة يا شعب. إذا المرجع استلم 200 مليون دولار لعدم إعلان الجهاد ضد المحتل والنواب العملاء جميعهم يقررون علنا نحن سراق جميعا، والنهب لا يزال مستمر والجوع والأمراض مستمرة، أي بلد يعيش على المخدرات؟ أي شعب جبان ولا يستحي؟ لماذا هذا السكوت والخنوع؟ مبروك من الإمارات. يقول: تحية لك أخي محمد للقناة البطلة للكادر الأصيل. يقول: المتمثلة في المساهمة في استقرار العراق والقضاء على المجاعات الجماعات المسلحة لخلق توازن سياسي في المنطقة بين الدول الكبرى وتقليل النفوذ الإيراني في العراق بضخ الأموال والاستثمار في البنية التحتية، فإن الأهداف الاقتصادية للحكومة ورجال الأعمال مهمة بالقدر السياسي أيضا. يحتاج قطاع البنية التحتية إلى إعمار وليس سرقة ونهب لأموال الإعمار. أخي محمد، الحكومة تريد نهب هذه الأموال المخصصة للإعمار، ليس لإعادة البنية بل لنفسها، أي للحكومة. يكمل يقول: اليوم أصبح يدير البلاد بعد أن وضعه الاحتلال على مجلس الحكم بتبركة إيرانية حاقدة يراد منها تفكيك أواصر الشعب وتدميره ونهب ثرواته، واليوم العراق يعاني تداعيات النهج الفارسي العميل الطمعي الحاقد في ظل إدارة البلاد بأيدي قيادي هذا الحزب، حزب الدعوة. حزب الدعوة اتخذ من نفوذه في الحكومة طريقا لجمع الأموال غير المشروعة، يعني يسترسل بهذا الموضوع عن حزب الدعوة. شكرا أخ مبروك. أيضا أحد المشاركين يقول: الدول المانحة لها المصلحة في العراق وليس إعمار العراق، بل اشتياق العراق بوجه آخر. طيب، ستذهب هذه المنح إلى الحشد الشعبي وإلى بدر والدعوة. أخوكم علي الناصري. يقول الإمام علي يقول: من دخل البلاد بدون حرب هان عليه تسليم البلاد. طيب، نكمل الرسائل بعد قليل، ولكن ناخذ ابو احمد من الرمادي. تفضل ابو احمد. الحركه ابو احمد، تفضل، حياك الله. فقدنا اتصال مع ابو احمد. نكمل الرسائل. يقول أيضا أحد المشاركين السؤال للشعب: هل إيران لديها رغبة ببناء العراق؟ طيب، ما زال طبعا يقول: ما دام البرلمانيين سنة وشيعة وأكراد ولاهم ويأتمرون بأوامر إيرانية، إذا إيران لديها حقد تاريخي على العراق الذي كسر أنفها في الحرب، يا شعب العراق به إمكانيات كبيرة لكن لا توجد أناس شرفاء، أو يقول: لا توجد أناس شرفاء ولديهم حب الوطن، والدليل ميليشيات تتحكم بمصير هذا البلد. يوجد أناس شرفاء، أنا لا أعلم من المستمر طبعا بإرسال هذه الرسائل، يعني أحد المشاركين. يوجد أناس شرفاء في العراق وخارج العراق، ولكن لا توجد لهم مساحة للتحرك، لا توجد مساحة للحرية للتعبير عن الرأي للتغيير. هناك قمع موجود في هذا البلد، قوة السلاح أعلى من قوة الكلمة الموجودة في العراق الآن. لا يوجد صحفي أو إعلامي أو سياسي أو شخصية وطنية تستطيع أن تتحدث داخل هذا البلد، إما تعتقل، تصدر بحقها أوامر اعتقال، تصنف على أنها إرهابية حتى من ضمن السلطة. شخصيات صنفت على أنها إرهابية أو داعمة للإرهاب وألقي القبض عليها أو خرجت بحقها أوامر إلقاء قبض لأنها تحدثت بعض الشيء عن الحقيقة الموجودة. لا يوجد مجال لطرح حقائق الآن في العراق بالنسبة لأي شخص يعيش في هذا البلد، هناك قمع مستمر. معنا سيد ناصر من بغداد، تفضل. ناصر زهيري من بغداد بلد. حياك الله سيد ناصر، تفضل. الله يسلمك. استاذ، بالنسبة للمشاركة مال المواطنين بالانتخابات اللي مقبلة، طبعا هذا انتحار للمواطن العراقي.
نعم. المواطن العراقي راح يقدم نفسه للانتحار المجاني. انا اطلب من المواطنين انه ان لا يساهموا بالانتخابات. يعني انا واحد من عدو انتخابات لان هذه باطله وفاسده، مأساة الشعب العراقي استاذ. احنا بنعاني من عدو، يعني فقر وجوع وظلم. الظلم اللي قاعد ترتكبه المحاكم العراقيه على المواطنين الابرياء، وانا واحد من عدو استاذ. انا واحد من عدو. الفساد الاداري استاذ الموجود بدوائر الدولة. حتى أنت راجع دائرة التقاعد ودائرة التعويضات تلقى الفساد علني الإداري. طيب أنا أريد أسألك حضرتك، يعني اسمح لي سيد ناصر، حضرتك دخلت بموضوع هو مو موضوع الحلقة، حقك طبعا للتعبير، ولكن اسمح لي أسألك بموضوع. تتوقع مؤتمر المانحين الذي سيعقد اليوم في دولة الكويت لإعادة إعمار العراق، هذا هو شعار المؤتمر، هل تتوقع أن يخرج بمنفعة لهذا البلد ولهذا المجتمع في ظل وجود سلطة كما تصف حضرتك مليئة بالفساد ومليئة بالجرائم وغيرها؟ أستاذ إحنا إذا نجي نناقش موضوع الكويت، الكويت أول دولة طالبت العراق بالتعويضات. مو موضوعنا سيد ناصر، سيد ناصر، سيد ناصر. نعم. الدولة الكويت دولة محتضنة لهذا المؤتمر، ما لنا علاقة بالكويت. احنا بدنا نتكلم عن مؤتمر تحضره مجموعة من الدول لإعادة إعمار العراق. أنا سؤالي، تتوقع أنه نتائج هذا المؤتمر حتنعكس إيجاب على هذا المجتمع والشعب، لو حتستمر السرقات كالعادة؟ هذا هو السؤال. مستحيل استاذ، هو المؤتمر منفذ إلى منفعة الفاسدين بالعراق. هم يريدون يستفادون من عنده، يحتوون الأموال العراقية اللي حتيجي يعلن إنه حيصير تبرعات، لكن هي تبينت إنه مشاريع استثمارية. فالفساد يستمر هذه المبالغ اللي تجي، ولذلك الوفد العراقي أكبر وفود تقريبا للمشاركة. إيه طبعاً، هو المؤتمر عليه. فالفساد بالإداء بالعراق فظيع. واحنا اللي بعدنا استاذ انه علماء الدين مالتنا مع الاسف ساكتين على الفساد الاداري، مع الاسف. تقصد منو بعلماء الدين سيد ناصر؟ منو تقصد بعلماء الدين؟ والله المراجع مالتنا، المراجع علماء الدين الساده العلماء بالنجف الاشرف. انا من اهل الكاظميه استاذ عمر. حياك الله. حياك الله. تقصد يعني بس حتى افهم منك، ليش علماء الدين او المراجع ساكته عن فاسدين؟ ليش؟ والله استاذ انا اذا تريد تاخذها من باب شخصي، تعبير شخصي. شخصي طبعا، انت حضرتك تعبر عن رايك. نعم. انا مواطن هم كاسب، خلي بالك. على راسي. لكن هم لهم حصه بالفساد. لهم حصه بالفساد. فعلماء الدين يصبحون غطاء خيمه الى الفساد للفاسدين. زين؟ نعم. والا استاذ لو تطلع على قضيتنا، والله العلي العظيم الظلم اللي علي فلا صاير. من المحاكم العراقية. حضرتك شنو قصتك؟ يعني تعرضت إلى ظلم بإحدى المحاكم العراقية يعني؟ نعم. حتى نسمع. نعم نعم، حكموني وقطع راسي. قالوا خدمتك غير واضحة. اثنين عندي شهيد أستاذ عمر، عندي شهيد أستاذ محمد، عندي شهيد. اليوم سنتين كل شيء ممحكم. سيد ناصر بس ارجع لي للموضوع الأول. قطع راتبك؟ بي. لا لا، أنا كنت بالأجهزة الأمنية المحلة. نعم. المحكمة حكمتني قالوا أنت الخدمة مالتك مو واضحة، ما نعرفها. يعني أنا طلعت الوحيد العراقي اللي ما معروفة خدمتي، وعندي كتاب استاذ. نعم. عندي كتاب، أنا ما بحكي لك عن شكوك. واضح. نعم. محال فهذا الفساد الإداري السيد رئيس الوزراء ما يتحابها ولا يعاد ولا لا اليوم ولا بالمستقبل. الفساد أستاذ محمد. نعم. الفساد العدل بالإدارة بدوائر الدولة شيء بالراس. ذاك اليوم مواطن التقيت فيها تقول لك بعد دار التقاعد 4 ملايين رشوه. طيب. يوم 1/2. انا اشكرك سيد ناصر، اشكرك. يعني صحيح شاركتنا بموضوع الحلقه وايضا طرحت موضوع بعيد بعض الشيء، ولكن استفدنا حقيقه من حديث حضرتك عن موضوع الفساد والاسباب التي تدفع. يعني طبعا من وجهه نظري الشخصيه، ولكن هناك تأييد ربما بالشارع العراقي لهذا الراي. الأسباب التي تدفع المراجع الدينية الموجودة في النجف وعلى رأسها طبعا مرجعية السيستاني أن تغض النظر عن الفاسدين. يقول السيد ناصر بأن هذه المراجع هي لديها
تعاون مع الفاسدين، ربما مصالح شخصية، ربما مصالح مؤسساتية ما بين هاتين الجهتين، أموال تضخ هنا وتضخ هناك. سيد أبو عبد الله من لندن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد، تعقيبا الأخ ناصر، طبعا المراجع الدينية يضحكون على الناس البسطاء الأبرياء، بس المشكلة ما أدري ليش هذا الناس يعني يسمعون لهذه المراجع، يعني على مدار السنة لطم عزاء بكاء يطلعون الناس ويصدرون فتاوي من وراء الكواليس، من لا يذهب إلى انتخابات سيدخل جهنم، من لا يذهب انتخابات زوجته. أبو عبد الله بس حتى لا نتوسع بالفكرة، حضرتك على علم بالموضوع اليوم؟ نعم بالنسبة لموضوع المانحين. نعم. أي بالنسبة لموضوع المانحين، يعني مثلا في شريط صوتي فيديو على قناة العربية موفق الربيعي البرلماني، نعم. يعني يقول انه احنا راح نسوي نصلح الزراعة الصناعة وراح نعطي ونصلح الكهرباء والمدارس والمستشفيات، يعني كلام كلام طويل وعريض، وانه راح كل مواطن راح حتى اللي عاطل راح نعطيه راتب ونعطيه قطعة. هذا الكلام اكل عليه الدهر والشرب ابو عبد الله. اي نعم يعني انا قصدي انت تشوف اخي محمد نائب برلماني بريطاني تاخر لحظات اقل من 5 دقائق عن قدم استقالة. قدم استقالة، لكن التناقض هنا اخي محمد، يعني الامريكان والبريطانيين جابوا لنا هل فاسدين اوكي، طيب جابوا لنا يعني في بلادهم يقدم استقالة، لكن كلهم يحملون جنسيات بريطانية، حتى عبادي وموفق الربيعي كلهم يحملون، سمحوا لهؤلاء الفاسدين أن يحكموا العراق، والأمريكان يقولون نحن حررنا العراق، يجب أن يكون لنا الكعكة كبيرة، نحن شركاتنا يجب أن يكون لها الحصة الأكبر من بترول العراق. طيب أنا عندي سؤال لحضرتك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باجتماع بلقاء طبعا مع وفد عراقي يترأس حيدر العبادي، وصف مزاحم كما تقول الصحيفة The Insider، وصف مزاحا، أن يعني هي تقول مزاحا ولكن المضمون هو الأهم شيء، قال بأنه للعبادي طبعا أنتم مجموعة لصوص مهرة ماهرون أنتم بالسرقة، أنتم مجموعة لصوص محترفون، وإن كانت بمزاح ولكنها لها مدلولات كبيرة جدا. يعني هكذا ترى الولايات المتحدة أو هكذا يرى السياسيون أو يرى زعماء العالم العراق، هكذا يرون السياسيين، لما لا وإن كان يخرج السياسي بنفسه ليقول بأنا سارق وأنا مرتشي، ولكن لماذا يستمرون بدعم هذه السلطة؟ هذا هو السؤال أخي. السؤال يا أخي محمد، الأمريكان من سياستهم بعد ما يستخدموا عملائهم يعاقبوهم، يعني هذه السياسة سواء على كان مستوى دول أو أشخاص، يعني إذا ترجع إلى الوراء بعد ما غزوا العراق كل واحد بوش ألقى اللوم على استخبارات الأمريكية، والاستخبارات الأمريكية قال أحمد شلبي جاسوس لنا ندفع له شهريا 300,000 دولار، هو الذي كذب وقدم لنا أوراق ومستندات تزور عن أسلحة دمار الشام العراقية. فهكذا الأمريكان حتى يعني نعم هم يعرفون لصوص ويعرفون سراق وقتلة، لكن يعاقبون في الوقت المناسب. هذه سياستهم. نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا يا أبو عبد الله، كنت معنا من لندن، شكرا للمشاركة. معنا السيد أبو ياسين من بغداد. طيب فقدنا الاتصال مع أبو ياسين، نقرأ بعض الرسائل. يقول أحد المشاركين طيب أنا ما فهمت حقيقة هذا المكتوب، يعني أيضا أحد المشاركين في الواتساب يقول إن هذا المؤتمر هو مؤتمر الذل والعار، هو الإجهاز على ما بقي من ثروات. هكذا يرى البعض، أنه هكذا مؤتمرات تقدم لسلطة فاسدة، لسلطة يعلم أكثر أو أغلب الدول الداعمة أو الدول التي تتعامل مع العراق أو تتعاون مع العراق بأي شكل، تعلم بأنها سلطة فاسدة ومع ذلك يتعاملون معهم ويستمر الدعم. إذن هو إجهاز فعلا وتدمير لثروات هذا البلد. هذا اختصار. أحد المشاركين أيضا يقول تحية للقناة، مؤتمر التسول الذي يعقد اليوم هو إلا باب للنهب جديد، والنشاط الآن تحول من المحلي إلى الدولي، فبعد أن سرقوا أموال بلدهم تحولت أنظارهم إلى أموال باقي الدول متباكين على مدن هم من دمرها وهجر أهلها وقتل أبنائها.
هناك يعني هجوم بعض الشيء على الدول المانحة إن كانت دول عربية أو دول أجنبية. هناك انتقاد لدور هذه الدول، لدور المحيط العربي الإقليمي والدولي، بأنهم هم الذين ساهموا بوصول العراق إلى هذا المستوى، هم الذين تركوا العراق ليكون فريسة لإيران بعد أن تركته الولايات المتحدة، لم يكونوا عنصر ضغط مستمر من أجل إبعاد إيران عن المشهد العراقي، من أجل الضغط على إيران أو الضغط على الولايات المتحدة من أجل يعني تغيير الاستراتيجية الموجودة في العراق. هذه الدول يرى البعض بأنها هي التي رضت أن يكون الدمار في مدينة الموصل والدمار في الأنبار، هي التي رضت أن يتحكم المالكي، هي التي رضت أن تنتشر الميليشيات، للأسف الشديد هي التي أيضا تقدم الدعم الآن للعراق وتعطي أموالها، أموال الشعب، الشعوب العربية الآن يؤخذ من أموالها لتقدم إلى هذه الميليشيات وإلى هذه السلطة الفاسدة. طيب معنا اتصال، نكمل قراءة المواضيع سريعا. النائب عن محافظة نينوى محمد العبد ربه يقول أو يعرب عن تشاؤمه بخصوص نتائج مؤتمر الكويت، لفت إلى أن العراق بحاجة إلى منح بالدرجة الأساس وليس الاستثمار. المشكلة بموضوع تقديم منح مالية يعني إن كانت على هيئة أموال تقدم إلى العراق، كل القروض التي أخذها العراق توجهت إما إلى المعارك والعمليات العسكرية أو إلى جيوب الفاسدين، إلى جيوب سياسي السلطة الحاليين، لم تتحول هذه الأموال إلى مشاريع حقيقية تنفذ في العراق، لم تتحول هذه الأموال إلى إعمار حقيقي يقدم في العراق وينفذ. مدينة الرمادي وحدها تحتاج إلى 100 مليون دولار وغيرها، طبعا مدينة الموصل تحتاج إلى أضعاف هذا الرقم للإعمار، هناك محافظات أبيدت ودمرت وتحتاج إلى أرقام ضخمة. هل تتوقع أن السياسي استمر على السرقة والفساد لسنين منذ أن بدأ في هذه السلطة وحتى هذه اللحظة، هل يمكن أن يتخلى عن غنيمة كهذه الغنائم يعني على شكل أموال؟ هل يمكن أن يفرط بهذه الأموال؟ هل يمكن أن يترك الفرصة ولا ينتهزها من أجل أخذ نصيبه من هذه الأموال التي ستأتي إلى العراق؟ هذه هي المشكلة إن جاءت المنح على هيئة أموال. طبعا أم صابرين من الموصل، تمام تفضل يا أم صابرين. أخويا أنا علمت عندي سويت معاملة مع الرعاية، أنا لا عندي ولد ولا عندي تلد يعني. نعم. ومن 2010 وإلى هسه راجع طلع وكتب قبل 4 أشهر على بيتنا. نعم. وإلى هسه ما راجع يقولوا لي بعد 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 بعد، الله يحفظك. نعم. الله يحفظ شبابك، يعني أشهر تعرف اني ما عندي معين، الله المعين يا ابويا. نعم. وما يعني مستحي يعني ما تفش واحد يعمل بالظروف هاي الصعبه. ام صابرين كان الله بالعون، الرقم حضرتك موجود ان شاء الله باذن الله اذا اكو وسيله للمساعده. الله يحفظك، يعني هي راحت على بغداد المعامله واني لا اطيق اروح ولا اطيق اجاني، هم مريضه امراض. نعم. مزمنه بيا. اي والله يا ابويا قربان عمرك. شكرا جزيلا حجي ام صابرين، ان شاء الله الرقم موجود، ان شاء الله اذا اكو وسيله للمساعده يمكن ان نقدمها ان كانت بهذا الموضوع او بطريقه اخرى باذن الله. شكرا جزيلا. ابو ياسين من بغداد تفضل. تحياتي لك اخوي لقناه الرافدين. حياك الله اخي. احنا دائما نقول كل بيت يريد يبنونه اول ما يضبطون الاساس، فأخي العراق ما بي أساس، هي كل دولة أساسها الحكومة إذا كانت حكومة وطنية. نعم. العراق من 2003 لحد الآن ده يصود أصابات ومافيات. أخي هذه لعبة سياسية ومطعمة بالدجل الفارسي. أخي هم يريدون إعمار العراق، كان ما دمر العراق، ما دمر العراق من شماله إلى جنوبه. نعم. وإذا دخلت الشركات الكويت سيسمونها للكويت، إذا دخلت الشركات من الكويت راح يدزون عصاباتهم عليهم ويتم قتلهم في العراق. أخي هذا هدفهم، إنه يعطون فلوس على مود يتقاسمون بهن على رأي حنان الفتلاوي نتقاسم الكعكة. أخي وأكبر ذلة عليهم من أبو الكويت قال لهم إحنا ندخل شركاتنا لعمار العراق لأن يدري بيهم شلة مال حرامية وشلة مال قتلة، بس هم ما عندهم ذرة من الإحساس.
أخي هو كل واحد مجرم يتقبل هذه الذلة، لأن هو رجل يعني ناس بس مال سرقات. طيب أخي الأناس ترى ما يتعمر، ما طول هاي الحكومة بي. شكرا أبو ياسين، بس عايشين على البوب والسرقات. أشكرك أبو ياسين المشاركة، وضحت الفكرة. هذا البلد لا يعمر بوجود هؤلاء، لا يعمر البلد بوجود هذه الشخصيات التي تحكم الآن، لا يعمر بوجود ميليشيات، لا يعمر بوجود فاسدين. نقرأ الرسائل التي وردت سريعا. يقول أحد المشاركين: أخي المرجعية التي تأخذ أموال الخمس للمراقد والشعب يستجدي بالشوارع والأمراض تنتشر بين الناس، وكذلك تعطي فتاوى أن أموال وأملاك السنة تعتبر غنائم، أي دين هذا لحد الآن والناس جهلة يركعون ويسجدون لهؤلاء النكرات؟ أحد المشاركين أيضا يقول: الأستاذ، أصبح العراق اليوم حاضنا للساقطين والفاسدين، وإحنا الشعب إن كنت لا تقبل بهذه السياسة انتفض وعبر عن غيرتك، وإذا لم تفعل فأنت السبب في تدميره. طبعا الرضا المجتمع أو رضا الشعب بوجود هؤلاء، إذن هو يعتبر شريك بهذه الجريمة، هكذا يرى الكثيرون. أي شعب يستمر بدعم فاسد، بالسكوت عن فاسد، بانتخابه، بالعيش معه، طبعا ليس فقط فاسد، فاسد سارق قاتل، فهو شريك بهذه الجريمة، هو شريك ويتحمل، عليه أن يتحمل نتيجة اختياراته ويتحمل نتيجة قراراته. هكذا يرى الكثير من هذا المجتمع، بأنه الفئة التي تدعم هؤلاء، الفئة التي تدعم هؤلاء السراق الذين يستجدون الأموال لتذهب إلى جيوبهم، إلى جيوبهم وإلى حساباتهم في البنوك في الخارج، عليهم أن يتحملوا تبعات اختياراتهم وقراراتهم، باختيار شخصيات مثل هذه الشخصيات الفاسدة الخائنة. طبعا احنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نتمنى لكم يوما سعيدا، وشكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.